ما دامش الظهر بالسرور على سلطان. ما دامش الظهر بالسرور على سلطان، ما تم في الزمان من يبقى سالي. عسى كان بقيت من الفرقة دشا، عسى كان بقيت من الفرقة دشان بين سيوف الأعداء باليد نشالي. الهجرة والمنون ما يرجع ميزان، بالهجرة والمنون ما يرجع ميزان. نحكي خبر الفراق لملاك سالي، حالي لحال، حالي لحال على الجافي، على الجافي ضيق حالي. قرصاني غنم، قرصاني غنم، جاب علجات خواص من حوز مالطاق، الكل عازبات سلموك يا قوتات. قرصاني علم فوق يمين ماني معلم، باشطر مصدوع من الوريق والجمال والتقاد، مكمول مسكر ليه تلسواري في الموج صابطه، 16 من القلوع وش رايطها في الجاد، في الموج يقسم بنظريفة طلعت والقوم طنطا، مهما قبل شدارها القلوع ترصات. قرصاني غنم جاب عل
جات خواص نحوز مالقام عزبات سلموك يا بودار الرايس نجم حط بالرملية بوصلة وكارطة في قلب القمرة طيد يدري لو قاد هداية نعم الفين من البحرية لشارطة يوم الحشر العظيمة المحاصي ومرايات قرصاني غنم جبع الجاف واس من حوز مالقى الكل سلموك يا بودان لمدين الجبال والوطار خرب مدينة مالطا بالقهر تواطات وسطاعت العجم جات الهدية من البنات حابطة رضا الغلب سلمون من البنات ورجع يتحيل رايس البحرية والقوم قلبا عن خزيراته سر حقلو عولي سيبات فرساني غنى جاب عالجاد قواس من حوز مالطا الكل سلموك يا بطول عوارم كل وحدة تمشي مشي يا مرهطة من سموم جراحي صرت نوصف الخودات سبقت بمريم طاهرة وهنية بنسوف مشطة صرت نفرق فتبر على كل نعاد قرصاني غنم جاب الجد قواس من حوز مالطا سلموك يا بودان جناح السلام سار في حاله للمرسال باسطة رباط الفتحة هكذا جابوا في الصورة بالله يا لايم بالله يا لايم كف لومك وشغل الرحمة الباسطة تروى البيات كيف قومان خرين رواد من ليلك ترقم إذا فهمتي قرصاني دون فالطة سألوا سقسي في وطان البهجة الدوهان اسمي مترسم حد ميمين
لمنوحة والدلة غطاق لمنوحة مع الواوى فهم الابيات تمتي للخاتم صنت الحلة مبساوي مرهطة من طبايعها تحير قوما الدعوات وصاني غنى وصاني غنى جبل جاد خواص محوز مالطا الكل عازبات سلموك يا خوتات نار البين رقات وسط حشايا يا سامعين والليل مبات صاهر دون النايمين كان معاكم جاد والفيا اللي صايرين كان معاكم جاد والفيا دوك صايرين بار الجواد هوسني جفا شعلت نار الكبار يطفيها القاب ما نهنا هيها اعذروني يا عارفين ناديوني بتبات ما القلوبكم قاسحين كان معاكم جاد عذروني اللي صايرين والفيال اللي صايرين كلتهم وراو اسمهم ما هي شي من نايمين كان معاكم جاد والفيا اللي صايرين كان معاكم جاد والفيا دوك صايرين وقفوا بالجمل عرايس بالصدى استقفوا راني لمعاكس بالصدى استقفوا راني بريد عاكس صدوا بلاد الفات خلوني راني شعليل فاطمة وجنات عواوش والياسمين كان معاكم جاد والفيا اللي صايرين 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 شكرا توفيق شكرا كذلك للجوق اللي رافقك اللي كان في المستوى يا خويا توفيق قرصاني غنم نعم اخويا عطيت له واحد الطابع وواحد الهوه الله يسلمك الله من اروع ما يكون ثم مخلص لمحمد بن مسيب كان معكم جاد كان معكم جاد كذلك خليته في نفس الطابع في سحلي وكذا وعطيت له ثاني صبغه واحده اخرى ايوا الشيخ قرصاني غنم شي ما فين نسمعوها هكذا على كل حال يعني على كل حال كما قال توفيق فيها هوات فيها تقدر تخلي فيها هوات بزاف بصح يعني ولكن سمعناها شغل حيه يعطيك الصحه واش كنا نقولوا كما كان معكم جات كذلك ايوه تخدم في الرمل الميات
انا حبيت لو كان دار هذا السيكا تخرج ثاني كنا نروحوا الحصه كاع سيكا يا خويا حصه كاع سيكا ماكسيم قاعديش مي خرجت يعطيه الصحه ثاني سلسله سلحيه ايوا ساحليه ساحليه توفيق قرصاني غنم قرصاني غنم يا خويا واحد الكلمات واحد العبارات شفت شفت ها واش دير هذا يقولوا له غنم ايوا الشيخ غنم الشيخ غنم يمكن لي لحلو ايوا توفيق فيه واحد الكلمات حتى يوتيليزي حنا يستعمل حتى الكلمات الاجنبيه يقول لك لابوسول البوصلة وكارطة فالطة فالطة كلمات اسبانية اسبانية فالطة يستعمل بون عندك سنتشن بوصلة وكارطة في قلب القمر مقيد يدري له قد كاين كلمات واحد اخرين ثاني في في يعني كلمات شغل متداوله في الـ في الـ في الميدان البحري ايه والقرصنه والامور ايوا هذيك تحب نجي ليه شغل يعطيك واحد الصوره يعطيك اون ايماج يعطيك صوره نتاع الوقت هذاك وين كانوا كما حنا نقولوا شغل كانوا الشعراء كانوا ما كانش التلفزه وما كانش الراديو اذا كما حنا نقولوا الجمهور كان يحب هذا الشعر هذا اللي فيه شويه فيكسيون يعني يحكي الحياه نتاع القرصنه ونتاع علاش لانه الناس تعرف التاريخ يقول اللي الأسطول الجزائري قبل 1827 كان أسطول كبير ومعروف وكان هو اللي يتحكم في البحر الأبيض المتوسط وكل حاجة جوز تحت يده دونك الناس كانت عندهم خبرة في البحر وكانوا يعرفوا هذه المصطلحات لا وكانت تاني حكايات تدور حول هذا هذا المهنة نتاع البحر يعني كانت حكايات تقال والشعر يعني استعمل هذه الفكرة هذه باش يحكي لنا وقال لك وصلوا لمالطا وخذوا الغنايم وعملوا ولحقوا حتى الخزيرات ايوا الخزيره تاع 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 طنجي تاع المغرب يعني كما كنا نقولوا نعم روح سيك ياسين هذا الشيخ غانم اسك داير قصايد اخرين ولا لا داير غانم غانم الفاسي معروف ما خفى في نظامو غانم قول لي يعني قصايد جابك يا حجام ايوا بارك الله شفت هذا ماهوش يعني مسموع مليح مليح لا عبد القادر عبد القادر شاعر يخدم بزاف القصايد متنوعه ما تخدمش شاعر واحد وتخدم يعني تقدر يعني تقدر حياتك الفنيه كاع ما تخدمش اللي شاعر او اثنين يعني تنجم تخفى لك تنجم هكذا خويا عبد القادر بارك الله فيك اذا تكلمنا شويه كذلك الاكسبيريونس تاعك التجربه اللي درتها في المدارس خويا توفيق يعني تاع المدارس الكلاسيكيه ماذا بيا تذكر لي هكذا يعني الشيخ اللي اثروا عليك اللي وجهوك ذكرت حسن بن شوبان حسن حقيقه بن ولكن توفيق عون نقدر نقولوا باللي راك حامل واحد يعني ان فيكو يعني تعلمت اشياء كثيره من شيوخك بزاف صح يعني انا درك كيما نقول لك عندي شوف خديت على كي كنت في الفن والادب جلست على الفن والادب خديت على امي محمد وامي مصطفى الله يرحمه بوتريش الله يرحمه خديت عليهم وست كي رحت للفخارجية خديت على هذوك الشيوخ الاخرين بلا ما نحكي على الشيوخ اللي ما احتكيتش بهم يعني اللي كنت نسمع لهم من البعيد كيما عبد الكريم دالي كيما الشيخ صادق البجاوي هادو كاع في الاندلس كنت نسمع لهم وفي الحوزي عبالك كيش نقول لك انا كان طرحوا لي هذا السؤال هذا وفي حساب تكلمت كنت نتكلم باللغه الفرنسيه قلت لهم جو سوي ان شاسور دو بوتي يعني صياد الجمال وين تكون حاجه شابه راني عقبها يعطيك الصحة يعطيك الصحة توفيق تبارك الله فيك مشاهدينا الكرام نرجع دائما لاركان تاعنا نروحوا نتابعوا الان ركن قصيد ومقصود